خلي خلي اصبر، لا استقال قبل، انزل. ما يشوف علامة؟ ها؟ ما يشوف هذا إشارة؟ تعال. لا شفته. تعال. ما يشوف إشارة ثانية؟ شوف. لا شفته. كم إشارة موجود؟ واجد. واجد؟ واحد اثنين. صحيح. عكس سير، ممنوع دخول، ممنوع دخول، اقرأ، ما يعرف يقرأ عربي. بس أنا يبي هذا الروم من هذا. شلون تروح؟ تروح عكس سير؟ هذا في مكان هذا يبي يقعد هنا هذا. ممنوع يبي عكس سير هذا. صح كلام. صح كلامي؟ صح. بالواقع عندنا بالنسبة لسواد المخالفة بالكويت عندنا هني اللي يشوف المخالفين اللي يشوف السيارات شلون تمشي يقول ما في قانون عندنا بالمرة بالكويت صراحة. ليش؟ لأن في بعض الأشياء مثلا الرصيف الأسود والأصفر حاطينه احنا على إشارة ممنوع الوقوف. تشوف المخالف أو السايق يركب فوق الرصيف ويكسر الرصيف اللي مسويته الحكومة تعبانة عليه. اخاف من الاستجاه الاستجاه هذه يا ابن الحلال انسان محترم في ناس يحترمون قوانين المرور يمكن اقول لك احسن من شرط المرور نفسه يعني يطبق قانون المرور احسن من شرطي نفسه وفي ناس لا والله مستهترين صراحه وفي ناس ما تعرف شيء عن قانون المرور بالمره وقاعده تسوق وعندها اجازه صح معاك اللي يسوق يعني سيده الشرطي ما راح يشك فيه ان هذا ما عنده اجازه او عنده اجازه لا مو هذا قصد مو هذا قصدي عارف محمد في ناس معاها اجازه لكن جاهله جدا بقوانين المرور